اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ما زلنا في الصفات التي أطلقها الإمام علي عليه السلام التي تخص القاضي. بينت اللي بينت منهن ووصلت إلى قوله عليه السلام: ولا تشرف نفسه على طمع. شنو يعني ولا تشرف نفسه على طمع؟ الإشراف هو النظر من فوق إلى تحت. الإمام صلوات الله عليه يقول يجب أن يكون القاضي ما تشرف نفسه على طمع فضلاً عن الدخول فيه. يعني هو الإشراف ما يمكن أن يحصل من القاضي، بس إشراف، بس نظر، فقط نظر من فوق إلى تحت، هذا ما يصير. فمن باب أولى الوقوع في الطمع هو مذموم وحرام. القاضي في معرض التهمة، في معرض السب، فكون ما يدخل نفسه في هذه الأمور مثل الطمع، نستجير بالله. الطمع كما قال الإمام علي صلوات الله عليه أيضا في نهج البلاغة يقول: الطمع رق مؤبد. وكذلك أيضا في نهج البلاغة يقول بأبي وأمي: الطامع في وثاق الذل. وأيضا صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. إذن الطمع مذموم طبعا كما تعلم من كل أحد، ومن باب أولى عند القاضي يكون أذم وأشد. الشارح المعتزلي لما يمر على هذه الكلمات ولا تشرف نفسه على طمع يقول هناي الإشراف يعني الإشفاق. الإشفاق شنو؟ يعني الخوف. يقول كأنما القاضي إذا فاتت المطامع يكون ما يخاف، ما تشفق نفسه على ذلك الفوت الذي فاته من الأطماع. ولا تشرف نفسه على طمع. قديما قيل: حسبي بعلمي لو نفع، ما الذل إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. الإمام صلوات الله عليه أيضا في عهده لمالك الأشتر رضوان الله عليه بالعهد العظيم لما يذكر له العمال واختيار العمال أيضا بأبي وأمي يقول: جيب لك عامل يكون، خل أقرأ لك النص، وأقل في المطامع إشرافا. وأكو يقروها إشراقا، إشرافة أو إشراقة، هو النظر من فوق إلى تحت. يعني جيب لك عامل كون نظر من فوق إلى تحت إلى الطمع كون ما عنده، فضلا عن الدخول فيه. الشيخ محمد جواد مغنية طيب الله ثراه لما يمر على شرح العبارة ولا تشرف نفسه على طمع يقول رحمة الله عليه: أن يكون عفيف النفس. إخواني شنو هي العفة؟ العفة أصل العف يعني الكف والامتناع عما لا يحل. بالتالي أن القاضي يكون عفيف النفس، عفيف البطن، عفيف الفرج،
لا يقضي بالهوى ولا يقبل الرشا، لا يقضي بالهوى ولا يأخذ الرشوة، بل كما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، ولا تشرف نفسه على طمع. بعد من صفات القاضي يقول صلوات الله عليه: ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. شنو يعني ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه؟ يعني يكون القاضي لا يكتفي في الحكم في أول فهم يفهمه من جوانب القضية، لا، كون ما يكون قانعا بأول فهم منه للقضية، بل يستقصي فهم القاضي نفسه. يعني أول فهم الذي ظهر من المشكلة، من المعضلة التي جاءت عنده، يصير له فهم أولي كفهم عام، هذا كون ما يكتفي به. لا، الإمام صلوات الله عليه يقول: ولا يكتفي بأدنى فهم، يعني بأقرب فهم فهمه هو، هذا كون ما يكتفي به، دون أقصاه، كون أقصى فهم للقضية يكون ملم به والتأمل فيه كثيرا. بالتالي يجب أن يكون القاضي ملم بكل جوانب القضية، يعني لا يجوز له الحكم النهائي بالقضية أو بالحادثة أو سمي ما شئت إلا بعد التحري والوقوف على كل أبعاد القضية، كل دقائق القضية، كل تفاصيل القضية، فكون ما يكتفي إلا يكون محيط بكل جوانب القضية. والبحث عن الحادثة حكما وموضوعا، وهذا حقيقة الذي يفعله العلماء، لا يبتون بأمر إلا بعد الاستقراء الكامل للقضية والوثوق، هاي نقطة مهمة، والوثوق بما يقولون، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. أضرب لك مثل، فد رجل إجا للإمام علي صلوات الله عليه مفقوسة عينه. شوفوا أخواني، يعلمنا الإمام بأبي وأمي، ويعلم القضاة أولا، وهذا الكلام الذي صدر منه عليه السلام ترى مو إلا القاضي اللي تتخاصم عند الناس ويحكم بيناتهم، لا، كل واحد من عندنا يهذب روحه على هذه الثقافة. إجا رجل للإمام علي صلوات الله عليه مفقوس عينه، قال له: يا أمير المؤمنين، فلان فقت عيني. فعلا مفقوس عينه، دز الإمام الحسن بأبي وأمي، قال له: جيب ذاك اللي فقس عين هذا. لما إجا أبو ذاك، لقى الإمام عيونه اثنيناتهن مفقسات، تالي قال له للإمام: يا أمير المؤمنين، نعم أنا فقست عين هذا، لكن بعد ما فقس عيوني اثنيناتهن، شي يريد يعطينا رسالة الإمام صلوات الله عليه؟ ألا نستعجل بالحكم على الآخرين. يريد يقول لنا ترى مو كل واحد قاتل هو ظالم، ولا كل واحد مقتول هو مظلوم، أكو بالعكس وأكو بالعكس. فيجب علينا حتى على مستوى الكلام
كون ما ننطق بشيء، كون نتقي الله بحديث غيرنا. فالإمام صلوات الله عليه يعلمنا ويعطينا درسا بأن لا نستعجل بالحكم على الآخرين، حتى الذي نراه. الإمام صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة، يقول بأبي وأمي فقد تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من استنصحه. وضربنا الإمام صلوات الله عليه مثلا كبيرا في نهج البلاغة وقال ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. فاصل قصير وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الصفة الأخرى التي أطلقها الإمام صلوات الله عليه على القاضي، وأوقفهم في الشبهات. شرط من شروط القاضي، صفة كون يتمتع بها القاضي، أطلقها الإمام صلوات الله عليه على القاضي، أن يقف عند الشبهات. طبعا هنا ليس الوقوف بمعنى أن القاضي لا يستطيع الحكم أبدا، وإنما الوقوف هنا الرجوع إلى الشيء الصحيح مع النص. بتعبير آخر، ليس الوقوف هنا هو الإحجام من القاضي. ليش؟ لأن القاضي وظيفته حل الخصومات بين الخصوم. إذن يرجع إلى الأشياء الصحيحة مع النص. وعدنا أيضا موجود في نهج البلاغة، يقول بأبي وأمي ولا ورع، ولا ورع كالوقوف عند الشبهات. أفضل الورع إذا وقف الإنسان عند الشبهات. بأبي وأمي يبين الوقوف عند الشبهات للقاضي من الأمور الحسنة والجيدة التي يفعلها القاضي. أنت تعلم الشارع المقدس وضع قواعد إسلامية كبيرة جدا، مثلا درء الحدود بالشبهات قاعدة، مثلا قاعدة الاستصحاب هذه قاعدة، قاعدة مثلا الضرورات تبيح المحذورات هذه قاعدة، الصحة في المعاملات هذه قاعدة. هذه القواعد وضعها الشارع المقدس، فيجب مراعاتها من قبل القاضي. كون يرجع لها القاضي، يرجع إلى الأشياء الصحيحة مع النص، لأن تجريم البريء، لحعيد النوب لأهمية الكلمات، لأن تجريم البريء أشد فسادا من تبرئة المجرم. تدري ايش قد صعب انت تجي تجرم لك بريء؟ الله يقدس روحه للشيخ محمد جواد مغنية طيب الله ثرى، يقول هذه أشد من تبرئة المجرم. إذن القاضي يجب أن يقف عند الشبهات، يرجع إلى الأشياء الصحيحة مع النص. وارجع وياي إلى نص الإمام صلوات الله عليه، يقول وأوقفهم في الشبهات. كون يوقف عند الشبهات. من بعد ذلك
يقول بأبي وأمي، وآخذهم بالحجج. يعني القاضي يجب، طبعا هاي آخذهم من أفعل التفضيل، يعني يجب أن يكون القاضي أقوى الناس بأخذ الحجج. حجج شنو؟ البراهين والدلائل، مثلا اليمين. مثلا القاضي يجب أن يأخذ بهذه الأمور قبل الحكم النهائي، يكون عند الأشياء القاطعة، البراهين الواضحة، الحجج الدامغة. من بعد ذلك يبت بالقضاء أو بالحكم بين الخصوم، وآخذهم بالحجج. بعد، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. شنو يعني وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم؟ التبرم يعني التضجر، الملالة، السئم من الأشياء. الإمام صلوات الله عليه يقول القاضي يجب أن يكون واسع الصدر، رحب الذراع، يكون ما يسئم، يكون ما يضوج، يكون ما يصير عنده ضجر. وبطبيعة الحال الخصوم اللي توقف أمام القاضي، أي خصوم، تحدث بينهم مهاترات، فكون القاضي قليل التضجر، قليل السأم، قليل الملالة بمراجعة الخصوم إليه بالمهاترات التي تحدث أمامه، كون ما يغضب، ما يسأم، ما يضجر لما يشوف تلك المهاترات التي تكون من الخصوم. الشارح المعتزلي يقول لما يمر على هذه الكلمات، يقول هذا من محاسن ما شرطه عليه السلام للقاضي، وأقلهم تبرما بمراجعة الخاصم. يقول هذا من محاسن ما شرطه عليه السلام للقاضي، لأن التضجر والملالة والسأم قبيح من كل أحد، من كل إنسان قبيح التضجر، لكن من القاضي يكون أقبح باعتبار هو قاضي، يعني متصدي، يعني يكون ما يضوج، يكون ما يسأم بمراجعة الخصوم. وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. بعد، وأصبرهم على تكشف الأمور. يكون القاضي ما يستعجل بالحكم إلا بعد ما يحيط بكل جوانب القضية، ويصبر ويفتش على كل ملابسات القضية، يكون طويل الصبر على تكشف الأمور. كل ما يصبر زايد، يتأنى زايد، الأمور راح تنكشف أكثر وأكثر للقاضي. ولذلك قال صلوات الله عليه: وأصبرهم على تكشف الأمور. بعد، وأصرمهم عند اتضاح الحكم. وأصرمهم يعني وأقطعهم وأمضاهم عندما يتضح الحكم. لا تأني، إذا ظهر الحق فيجب على القاضي ألا يتأنى باتخاذ ما يلزم اتخاذه من القصاص مثلا أو من الأمور الأخرى. وأصرمهم يعني وأقطعهم وأمضاهم عند اتضاح الحكم. بعد، ممن لا يزدهيه إطراء. الإطراء يعني المبالغة بالمدح والثناء، يكون المبالغة بالمدح والثناء للقاضي
ما تخلي يكون متكبر لا يزدهيه من الزهو ولا يستميله إغراء، يعني ما يستميل التحريض أو الإغراء إذا كان بالمال أو إذا كان بالأمور الأخرى، ولا يحب الإطراء وهذه الأمور إلا كل جاهل سخيف وكفيف. إلى هنا انتهت صفات القاضي التي أطلقها الإمام علي صلوات الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة.